مرحبا بكم إخواني أخواتي في الجزء الثاني الخاص ببرمجة تطبيقات الويب باستخدام منصة إكسبرس جاز. في هذا الجزء الثاني سنتعرف كيف يمكن إضافة دايركتوري يحتوي على ملفات CSS و JavaScript داخل منصة إكسبرس جاز. نأخذ المثال خاص بالجزء الأول من الجزء الأول لدروس منصة إكسبرس جاز ونتمين. هنا نتعرف على ما يسمى بإكسبرس جاز ستاتيك، فهو عبارة عن ميدلوير المسمى بإكسبرس ستاتيك. نقوم بأبب يوز إكسبرس ستاتيك بيبليك، أي أن محتوى المجلات بيبليك سيتم إرساله بطريقة ستاتيك. الآن ندخل إلى المجلات، نقوم بإمكادير بيبليك، وداخل بيبليك نقوم بإمكادير CSS جاز فونت وإيماج هكذا. الآن نقوم بالدخول إلى CSS، نقوم فقط بكوبي كولي لملفات CSS بوتستراب بوتستراب. أظن أن البوتستراب فهو ليس انزيب بوتستراب. الآن نتمم، نقوم ب بالكوبي كولي لمحتوى CSS. الآن قمنا بكوبي كولي للCSS الخاص ببوتستراب. الآن نقوم بكوبي كولي لمحتوى المجلات JS. الآن ندخل إلى الفونت ونعيد نفس الشيء بالنسبة للفونت، نقوم بكوبي كولي بالنسبة للجليف. الآن شيء بسيط، نقوم بإضافة جافا سكريبت جيكويري عفوا جيك لا أتوفر على مكتبة جيكويري جيكويري. نقوم بتحميل جيكويري داونلود. هنا نقوم فقط بويجيت للجيكويري. الآن في التطبيق فهو جاهز. التطبيق يشتغل على البور 99. هنا وجب فقط إضافة تلك الجملة، أي أن محتوى الدايركتوري بيبليك سيتم إرساله بطريقة أوتوماتيكية. نعيد تحميل التطبيق، والآن ندخل إلى الصفحة الرئيسية، نحصل على أوكي هوم. الآن للدخول إلى لتحميل CSS فهو موجود في مجلد CSS داخل مجلد بيبليك، تقومون فقط بالCSS bootstrap.min.css. كما تلاحظون فإننا نقوم بتحميل CSS، وسنستغل هذا الباث لإضافة CSS إلى صفحات HTML الخاصة بنا. الآن نضيف فريمورك vue.js داخل مجلد جافا سكريبت public js هكذا، نقوم بتحميله. أظن أن نقوم فقط بكوبي كولي للين و wget لفريمورك المين و جي اس. الآن نعيد هذا الأمر بالنسبة لـ
js view.min.js. كما تلاحظون في الملفات JavaScript و CSS فهي تشتغل. الآن نقوم بصناعة تمبلات. نبحث عن bootstrap تمبلات. ندخل فقط إلى الموقع الرسمي. لبوتستراب ونقوم بكوبي كولي للاي اوت التي سنشتغل عليها. استسمح فالربط بالشبكة فهو ضعيف نسبيا. بوتستراب نسخة 2. الآن فهو يشتغل. get started. أريد فقط صفحة للاشتغال عليها. نقوم بكوبي كولي. والآن هنا نضيف فقط slash css لكي يتم تحميل css داخل هذه الصفحة. الآن نضع هنا js و jQuery ونضع النسخة المناسبة ل jQuery. test public js هذه هي النسخة التي أتوفر عليها هنا. نضع slash js slash jQuery وهنا نغير العنوان. سأسميه Express JS Tutorial in Arabic هكذا. وندخل إلى الصفحة مرة أخرى. نتفقد الكود الخاص بصفحة الـ HTML فهي المسمات بـ Index كما تلاحظون. نتفقد الانسبكتور الخاص بالريزو. نلاحظ تحميل مكتبة بوتستراب والجيكويري والبوتستراب مين بوان جاس وكذلك الايكون. من هنا فاننا اصبحنا قادرين على كتابة HTML واضافة الكلاس الخاص بالبوتستراب. لما لا نبرمج فقط فورم يحتوي على هذه المعلومات على النيم والإيميل. نبحث في CSS وفورم. نأخذ هذا المثال الخاص بالفورم. نضيفه داخل استسمح div class container div ونضيفه داخل class row. نتفقد نتيجة داخل البراوزر كما تلاحظون فهو ليس أجمل شيء في العالم لكنه كافي لهذا الشرح. نقوم بحذف تشيك بوكس وهذه الأشياء. نطرق فقط حقلين، الأول فهو الإيميل والثاني الباسورد. سأقوم فقط بتغيير الترتيب لأني سأرسل الاسم مكان الباسورد. هنا سأقوم بتغيير تيك من باسورد إلى تكست وهنا سيكون نيم وهنا بليس هولدر نيم بليز هنا إيميل.
والفورم فالاكشن فهي البوست السابق الذي قمنا ببرمجته في الدرس السابق، والميثود فهي بوست. الآن عند كتابة عندما هذه الاستمارة والضغط على سبميت، فإننا نرسل المعلومات إلى سلاش كونتاكت بالبوست. هنا نقوم بإظهار البودي وإرسال بوست أوكي مع الإغلاق. نضيف هنا فقط required لكي لا يتم إرسال بوست فارغ. وجب إضافة النيم، فالنيم فهو النيم، وهنا الإيميل فهو إيميل. الآن سنقوم بملء الاسم محمد الفازير والإيميل mif@gmail.com ونضغط على submit. كما تلاحظون نحصل على بوست كونتاكت، وهنا في التيرمينال الخاص بالنود نحصل على المعلومات. نستطيع فقط إضافة هذه المعلومات في جهة الخادم إلى قاعدة بيانات. للقيام بهذا الأمر وجب خلق طابل في قاعدة البيانات الخاصة بكم، والاختيار فهو MySQL MariaDB. في هذه الحالة سنقوم بخلق قاعدة بيانات Create Data Bus، سأسميها Express JS. يقول لي أن هذا اليوزر ليست له الصلاحية الكافية لخلق قواعد البيانات. لا يهم، سنعيد هذا الأمر بالنسبة للروت MySQL user root. عفوا، فالروت فهو يدخل من الروت فقط. الآن create database express js use، نقوم فقط ب use express js هكذا، ونقوم بخلق طابل ب create table contact مع وضع الحقول المناسبة. نقوم بوضع id، سيكون var char من 36 حرف، و النيم فهو فارشار من 255 حرف، والإيميل فهو فارشار أيضا من 255 حرف. لماذا اخترت الإيدي على 36 حرف؟ لأن الإيدي سيكون يو أي دي. سنقوم فقط بالسلكت يو أي دي عند الأنسرت. الآن قمنا بخلق الطابل. هنا نقوم بديسكرايب كونتاكت. كما تلاحظون فالطابل، قمنا بخلق الطابل المناسبة. الآن ما عليكم سوى تحميل موديول MySQL Node. تدخلون لهذا ريبوزيتوري وتقومون ب npm install MySQL هكذا. هنا سنقوم بتحميل مكتبة MySQL، واليوزر سيكون ماذا؟ سيكون مفاجير، والباسورد فهو 1234. قاعدة البيانات هي إكسبرس جهاز. الآن وجب فقط خلق الرول الخاص بهذا المستعمل باستخدام تعليمات grant all on express js نقطة نجمع to هذا المستخدم مفادير arrobas localhost المعرف بكلمات المرور 1234
كما كتبنا في هذا الكود. وهناك مشكل، أين هو المشكل؟ Identified by grant all on use express js grant all on express js نقطة نجمع تو مفاجئ أرباس لوكال هوست identified by هناك مشكل في هذه السنتكس، سأتفقد فقط السنتكس، أظن أني نسيت السنتكس. grant all on grant all on grant all on to grant all on the B2 فقط كان المشكل في كلمة identified، لم تكن السنتاكس صحيحة. identified الآن ستشتغل. نرجع إلى الدرس لتجربة قاعدة البيانات. نقوم ب connection query select UUID هكذا و function error rows و fields. في حالة عدم تواجد الأخطاء نطبع قيمة المعطيات. فهذه العملية فهي غير مفيدة فقط لتجربة قاعدة البيانات. كما تلاحظون حصلنا على قيمة دالة UUID، وهذا يعني أن قاعدة البيانات فهي تشتغل. الآن في البوست الخاص بي بالكونتاكت نقوم بكتابة كويري، وهي insert into contact values. فالvalues ستكون ثلاثة قيم، القيمة الأولى فهي الID، والقيمة الثانية فهي name، والقيمة الثالثة فهي الإيميل. الآن تقومون ب connection query وتمرير الكويري، وهنا المعطيات request عفوا هنا لما لا نقوم بتمرير الدالة مباشرة، وهنا نمرر فقط request body name request body email هكذا. و function error insert result. هنا نتفقد الايرور، وفي حالة عدم تواجد الايرور نطبع مساج status ok و مساج done، ونرسل المساج باستخدام دالة send التي تقوم مباشرة بتحويل الأوبجي الى الشين دو كاركتر. هنا في حالة الاخطاء نطبع الايرور ونقوم بتمرير الايرور نفسها للمستخدم. سنعيد تشغيل البرنامج، نخرج من هذه الصفحة ونرجع الى الكود الخاص بنا. اين هو؟ هنا نكتب الاسم محمد والايميل فهو هذا الشيء، نضغط على submit نحصل على بوست كونتاكت.
إلا أن هناك إيغور في جهة الخادم، فالإيغور فهذا هو سبب الإيغور، أي أني تركت request send، فهنا يقوم بإرسال البوست مرتين. نتيجة البوست يقوم بإرسالها مرتين. سنحذف هذا الشيء. فالريكوست فقد مرت لقاعدة البيانات رغم أننا حصلنا على هذه الإغراض في ترمينال. هنا لتفقد هذا الأمر نقوم بالسلكت start from contact from contact. كما تلاحظون فلقد قمت بالضغط مرتين، فكان هذا هو السبب. الآن نقوم بحذف هذه الأشياء delete from contact ونعيد تشغيل التطبيق. نضغط على submit ونحصل الآن على OK done. نقوم بهذا الأمر مرة أخرى، مثلا فاطمة ودوان فاطمة ونضغط على submit نحصل على OK. فإن نتيجة جواب الفورميلار فهي JSON. إذا كنتم تريدون عدم مرور الفورم مع request تقومون بالأجاكس، أي أنكم تقومون بتوقيف إرسال البوست بالطريقة العادية وترسلون الأجاكس للخادم وتأخذون النتيجة. النتيجة مثلا في حالة status OK تأخذون النتيجة وتظهرون مساج هنا، لأني لن أقوم بها لأن الكود الذي يوقف عمل الفورم باغ ديفو فهو طويل نسبيا وممل. الآن سنقوم ببرمجة API أخرى تستخلص قيمة الكونتاكت. هنا في الكونتاكت نقوم بكويري تستخلص قيمة الكونتاكت var query select star from contact MySQL query function error rows field في حالة الأخطاء وفي حالة عدم تواجد الأخطاء. عندما تبرمجون الأبي وجب دائما أخذ الإغراق بعين الاعتبار. دائما تخيلوا ما هي الوضعية الحرجة التي يمكن أن يكون فيها التطبيق، لأن التطبيق لا يشتغل بالطريقة التي تظنها في غالب الأحيان. لذا وجب أخذ الإغراق والإكسبشن بعين الاعتبار في نتيجة الأبي. فمن الغباء برمجة API بطريقة مباشرة كأخذ الرو مباشرة مثلا هكذا، فهذه الطريقة غبية. إذا قمتم بهذا الشيء فهي طريقة ليست جيدة. مثلا var message status OK و message rows وتقومون بالإرسال. مثلا عند القيام بهذه الريكوست قد تسقط قاعدة البيانات ولن تحصلوا على شيء وسيتم توقف البرنامج كليا، فهذا الخطأ البسيط قد يوقف كل هذا التطبيق. لذا وجب دائما أخذ الأخطاء والإكسبشن بعين الاعتبار. فدائما تخيلوا أن التطبيق أنه لا يشتغل. فيجب حماية الكود دائما من الأخطاء والإكسبشن لكي لا ينهار التطبيق. نعود الآن نقوم في حالة الأخطاء نرسل الأخطاء
ونرسل النتيجة. في حالة عدم تواجد الأخطاء نرسل أوكي ومساج يحتوي على الروت. ففي هذه الحالة قمنا بتأمين الـ API قليلا. نعيد إطلاق التطبيق وندخل إلى سلاش كونتاكت. يقول لي أن MySQL Query ليست بـ Function. MySQL ليس MySQL بل Connection. فMySQL هي فقط الأوبجي الخاص بالموديل وليست الكونيكسيون. استسميح. كما تلاحظون الآن الابي فهو يشتغل. الآن سنقوم باستهلاك هذا الابي عن طريق framework vue.js. نبحث عن v repeat هنا ونقوم ب ajax نحو الابي سلاش كونتاكت ونأخذ هذه القيم ونمررها لفريمورك vue.js. أين سأقوم بهذا الأمر؟ سنقوم بهذا الأمر داخل هذه الصفحة send file dir name وسأسميها contact.html contact.html حسن جدا. الآن نأخذ محتوى الأندكس ونضعه داخل الكونتاكت فقط لربح الوقت ونحذف فورم. هنا سنضع منطق vue.js هكذا. وهنا نقوم بتحميل مكتبة vue.js source.js vue.min.js. هنا في الاب نقوم بتعريف الاي تي ابي لان فريمورك vue.js يحتاج الى مكان معرف لتعريف هذا الاليمون. اي ان هذا الانستانس من فريمورك vue.js تتحكم في الواجهة لهذا الاليمون. الآن نقوم بكتابة سكريبت ونتفقد صحة هذا التطبيق. وجب إعادة تشغيل التطبيق. انسبكتي. اوكي هوم. أن هناك بعض المشاكل الصغيرة كما تلاحظون. الآن قمت بحفظ تغييرات. نلاحظ وجود framework vue.js داخل الانسبكتور الخاص بالشبكة. الآن ما علينا سوى كتابة هذا الكود الخاص بالفي. سأسميه var vm يساوي هذا الشيء. فالإليمون أن هاد الانستانس من framework vue.js ستتحكم في الإليمون المعرف بالإيد ابب. هنا الميثود سأسميها load page أو مثلا charge la page هكذا. ونقوم هنا بالأجاكس وإضافة القيم إلى variable contact list فهو من نوع جيسون فارغ. الآن نقوم بأجاكس هكذا URL. فالURL سيكون URL ماذا سيكون؟
سيكون سلاش كونتاكت، سيكون سلاش كونتاكت. والسكسس إذا نجح الأجاكس، والإيرور إذا فشلت العملية نتيجة مشاكل الشبكة. هنا كما تلاحظون ف سلاش كونتاكت يعطينا ستيتيوس وميساج وهي الري. نتفقد إذا كان if item point message يساوي قيمة ستيتيوس، نقوم بإضافة القيام للكونتاكت ليست. هنا نقوم بفار self equal this لخلق صورة من الأوبجي الخاص بالVM. فإذا قمت بهذا الأمر داخل أجاكس هنا فلن يشتغل. إذا قمت بفار self equal this هنا فلن يشتغل، لأن self ستمثل أوبجي الخاص بجيكويري وليس أوبجي خاص بالVue.js. الآن نقوم بسلف كونتاكت ليست ستساوي item دو ميساج هكذا. وهنا نقوم ب نسميها كونتاكت ان كونتاكت ليست، وهنا نضع بعض الاليمون كبي باراغراف ستكون كونتاكت بوان نيم، وفي الأسفل نضع اش 3 ستكون كونتاكت بوان ايميل، ونحذف هذا الشيء مع إضافة سيباراتور. الآن سنعيد تشغيل الصفحة، فهي سلاش كونتاكت التي ستستخلص القيم، عفوا فهي سلاش ستكون سلاش سلاش سلاش. ندخل إلى الصفحة، إلى صفحة سلاش. هناك فقط أحد المشاكل البسيطة، نتفقد قيمة item console.dir item المشكل هو أني لم أقم بتحميل هذه الميثود بعد. لتحميلها تقومون ب vm charger la page لتنفيذ تلك الدالة. الآن على الأقل نحصل على xhr، أي أن la page قامت ب الأجاكس. هنا المشكل أني لا أدخل إلى item.message فهو يساوي OK وليس status. كما تلاحظون فالمشكل هو فقط في التست item point عفوا فهو point status وليس point message. بعد الأخطاء البسيطة، الآن كما تلاحظون فإني أحصل على لائحة بالأسماء من slash contact. كونتاكت ايميل لا يظهر بطريقة صحيحة.
المشكل في السنتاكس الخاصة بالإيميل. الآن سيتم إضافة الإيميل إلى جانب الكونتاكت. نضيف بي الآن سنضيف أحد المستعملين للمرة الأخيرة. ندخل إلى سلاش أندكس أجاكس. الآن عند الدخول إلى سلاش نحصل على تلك القيم باستخدام الأجاكس. مثلا إذا كنا نريد استخلاص أحد القيم، نقوم بخلق API أخرى تستخلص فقط كونتاكت واحد، نسميها كونتاكت نيم أو كونتاكت UUID، نسميها كونتاكت سلاش UUID. وهنا نقوم بتمرير الشرط أن الـ UUID يساوي تلك القيمة التي سنأخذ من البارامتر هكذا. وهنا داخل فيو سنقوم بأحد الأشياء، سأسميها A، نقوم بالتغيير من باراجراف إلى لينك، والأشرف ستكون سلاش كونتاكت سلاش كونتاكت UUID هكذا. وعند الضغط على هذا اللين فيتم إعادة التوجيه إلى هذه الابي. في هذا الأمر نقوم بإعادة تشغيل الخادم كما تلاحظون. فعند الضغط على هذا اللين سيتم إعادة التوجيه ID وليس UUID where ID. سيتم إعادة التوجيه لتلك الـ API التي تستخلص فقط قيمة واحدة كما تلاحظون. الآن قمنا بإضافة الـ UUID إلى الريفرنس الخاص بهذا الاسم. الآن عند الضغط يتم إعادة توجيه للـ API التي تظهر فقط نتيجة واحدة. نستطيع أيضا إضافة الحذف. فالحذف له نفس المبدأ الخاص بالإضافة. هنا نستطيع إضافة الحذف، نسميه كونتاكت ديليت ديليت UUID. وهنا مكان سيلكت نقوم ب ديليت فروم كونتاكت وير، وهذا هو الشرط. وهنا أمام هذه القيمة نضيف قيمة أخرى سنسميها كونتاكت ديليت. نستبدل UUID ب كونتاكت ID، وهنا سأسميه ديليت. الآن نضيف بالعربية الحذف. الآن عند الضغط على هذا اللين فإننا نذهب إلى ذلك اللين الذي يقوم بدوره بحذف القيم من قاعدة البيانات.
كما تلاحظون فالفيلد كونت فهو صفر، والأعمدة التي تم حذفها فهي واحد، لأن الحذف يتم باستخدام الإيدي، والإيدي فهو واحد كما تلاحظون. الآن قمنا بحذف تلك القيمة، نحذف قيمة أخرى. وجب إعادة تحديث الصفحة لرؤية ماذا يقع. نستطيع أيضا القيام بأمر مثير وجميل في نفس الوقت، وهو تغيير اللين بشيء آخر، مثلا بوتون. وعند الضغط عن هذا البوتون فإننا نقوم بتنفيذ أحد الدوال من view.js. نضع v on click، أي عند الضغط على هذا البوتون delete user، ونمرر contact.id هكذا. داخل الإعداد الخاص ب v.js نضع هذه الدالة، نسميه id. فلها نفس المنطق، إلا أننا ندخل إلى هذا اليغل. عفوا، ندخل إلى هذا اليغل، وهنا نضيف الإيدي الذي يتم تمريره من الفيو في حالة الضغط على ذلك البطن. الآن عند الحصول على أوكي نقوم بالمرور على هذا الجدول وحذف القيمة منه. نقوم بفور var i يساوي صفر، هنا نضع var self equal this، و i أصغر من self point contact list. إذا كان self point contact list de i point id يساوي ال id الممرر، فإننا نقوم بحذفه باستخدام self contact list splice i واحد. الآن نعيد تشغيل هذا الخادم، نلاحظ أن هناك خطأ في السطر 76، خطأ أني لم أنهي تعليمات لاجاكس. كما تلاحظون نضيف أشياء أخرى لأندكس، نسميه يونس إبراهيم مثلا، الآن عند الدخول إلى سلاش فعند الضغط عن الحذف نقوم بإرسال لاجاكس، وإذا كانت النتيجة تساوي أوكي فإننا نحذف هذا اليوزر من الفيو من دون تحميل الصفحة مرة أخرى. لا يقع أي شيء. أي لا يتم تنفيذ هذا الإيفنت. في أون كليك. للديبوغ نقوم بأليرت هلو. اوكي، لا اذكر السنتاكس. اذا وجب تمرير الموستاش
او الاكولات داخل البارامترات الخاصة لي دالة ام لا. ساقوم فقط بمراجعة هذا الامر باستخدام الانسبكتور. لا يقع اي شيء هنا في الدوكيومنتاسيون. ساتفقد هذا الامر في اون كليك. هناك العديد من السنتاكس داخل منصة الفي بوان جي اس وكلها تشتغل. سأقوم بحذف تلك الأشياء التي قمت بها وإضافة الكونتاكت اي تي. وهنا في اسم الدالة قمت بتسميتها بديليت يوزر. نضيف ديليت يوزر. الآن عند الضغط عن أوكي سيتم تنفيذ الأجاكس. وإذا كان الكود صحيح سيختفي هذا اليوزر من فيو من دون تحميل الصفحة. كما تلاحظون فهو يشتغل. في هذا الدرس الطويل نسبيا تعرفنا الى كيفية اضافة مجلد يحتوي على CSS والجافا سكريبت داخل منصة اكسبريس جي اس، وكذلك كيفية برمجة API باستخدام قاعدة بيانات MySQL واستهلاك API عن طريق الفريمورك المسمى Vue.js. امل ان تكونوا استفدتم من هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر وشكرا.